الآن وصلت إلى نقطة تقويرة العنق أو حردة العنق، يعني في الجيرزي عادة نعمل البي إكس ونصعد الضواغط. أما في بالنسبة لأي زواقة أو أي غرزة مختلفة بأزرار أخرى لا يمكننا أن نعمل بي إكس، لهذا أنا سأريكم هنا. هنا ممكن أن أعمل بي إكس لأن أنا أستخدم الآن فقط إن، ولكن سأريكم طريقة لتستعملوها في غرز أخرى مثل الكوتون غليز أو أي غرزة أخرى نستخدم فيها مثلا إكس أو أ إكس إلى آخره. سأخذ خيط بهذا الشكل ثم أفعل هكذا بالغرز وأنزل الغرزة إلى الأسفل. جميع الغرز التي في النصف المقابل للعربة، العربة في هذا الجانب، سأقوم بها في الجانب الأيسر هكذا. أنزل وأتأكد أنها نزلت جيدا بهذا الشكل. لأن هناك بعض الماكينات التي ليس فيها ذلك، يعني الزر حتى لا تعلم هذه الغرز. فهناك هذه الطريقة هي قديمة ولكنها ناجحة. بعض الأخوات يشتكين من سقوط الغرز أثناء الحردة، بعضهم يستعمل المقص ولا يستطيع أن يستعمل أي طريقة أخرى. هذه الطريقة أفضل من المقص، لأن المقص يعني عنده تبعات كثيرة. وأفضل شيء تأكد بأنها نزلت جيدا، ثم أتي إلى هذه الأمامية أيضا بنفس الطريقة هكا حتى أنزلها كلها. هي كلها نزلتها إلى وضع عدم العمل. سأمر بالعربة، وإذا كانت هناك واحدة ولو صاعدة بمليم ستضر. بسم الله كما ترون. الآن هنا سأقوم بالحرد. سأقلب هذه إلى الجهة الأخرى، هذه الغرز الأربع. وسأغلق خمسة. الخامس أتأكد من نزول هذه الخمسة وأرجع بالشكل عادي. مررت بسطرين، سأمر بسطرين السطر الثاني لأغلق أربعة. وهنا كما ترون هذه الخيوط، يعني أحيانا تنزل الغرزة، هذا لا تخافون منه لأنه الخيط يحتفظ لنا بالغرزة، فلا تخافي أن تسقط، لا يهم. ثم هذا السطر سأغلق ستة، أربعة، طفلة صغيرة أربعة، الأولى خمسة، الآن أربعة، ثم ثلاثة، ثم اثنين، أربعة،
دون أن أنسى الغرزة. ثلاثة، هذه الثالثة. ثم بعد ذلك سأحرد اثنين، نطيح اثنين سطرين، ثم واحدة، ثم أضيف 20 سطرا وأنهي المكان. الآن أكملت هذا الجانب وأرجعت العداد إلى 0، لأنه 30 تنقصني 30 سطر في هذا الجانب. إن شاء الله سأزيل هذا الخيط كما ترون، هو مع العمل يعني طالع، ولكن ممكن يعني أن نشتغل بيدينا مثلا سطرين ونزيل هذه الغرز، أو 3 ونزيل هذه الغرز إلى حين العمل عليها، ليس مشكلة. أو نستعمل هذه، أنا استعملت لكم هذه الطريقة من أجل يعني الغرز غير الجيرزي. أما مع الجيرزي فدائما نستعمل بإكس والضواغط. هكذا سأزيل هذه. الآن 5 الأولى، بعد أن أزلت كل الخيوط، وهكذا بسهولة. هذه هي طريقة يعني النقصان أو الحرد على باصاب. هي ليست يعني ليست صعبة جدا، إنما ليست بالسهولة التي في المكن مثل البرادرز وسانجير وإلى آخره. الآن 5، سأمر بسطرين دون أن أنسى غرزة. أربعة، أربعة وسطرين، ثم أعيد تحويل الغرز. نعم، لا بد من الانتباه إلى هذه المسألة عند يعني تطويرات العنق. نتأكد دائما من نزول الآخرين، ثم أقوم بإغلاق 3 غرز. هذا 2، ثالثة، ثم سطرين، ثم غرزتين، فواحدة، وأضيف 20 سطرا وأنهي
الحرذات العنق او تقويرة العنق. سطرين فواحدة، سطرين واعيد مع ذلك دون ان انسى الزواقة او الغرزة الفنية. بعد ذلك سنسوي إن شاء الله الأكمام. الأكمام هم سهلين يعني لا يحتاجون إلى، وبعد ذلك سأريكم طريقة المونتاج وأريكم طريقة يعني الجوانب. لابد من أن أريكم كيف تنقصون الغرز على البصل إن شاء الله، وبعد ذلك نخلط البستان.